قرأت كثير في تكتب نقد وهجوم، وأحياناً علي أنا شخصياً. أنا بيهمني في النهاية العمل والإنجاز، مصلحة البلد عندي فوق أي اعتبار. النقد موضوع البناء مهم جداً في كل مرحلة من المراحل، ده بيساعد كثير في الدراسات والإصلاحات اللي بنقوم بيها يوم بعد يوم. بسم الله ما شاء الله، الريس كلامه حلو قوي، ربنا يديله الصحة يا رب. الشيلة تقيلة يا ابني، الله يكون في عونه. وبياكل ايه ده يا اسطى؟ ده تلاقيه مثلا بياكل على الصبح كده 4 كيلو جمبري ولا حاجة. والنبي انتهبل يا ابني، ده أكلته ضعيفة، شوية شوربة عدس، شوربة خضار، شوية بصارة، حاجات كده يعني. هو انت هتفتف أكل الريس كمان؟ كل المجهود اللي عملناه متولي، بنتمنى إن ربنا يوفقك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في الحزب. حزب ايه؟ حزب المعارضه يا متولي. انضميت لحزب المعارضه يا شراح؟ احزاب البلد كلها فاضيه قدامك وبتدش، ما لقيتيش انت حزب المعارضه. انت خايف من ايه؟ وبعدين انا عايز افهم انت جبان كده ليه؟ ما هو مش معقول يا شراح، مش معقول تبقى انت في حزب المعارضه وانا. انت ايه بقى؟ انا راجل غلبان وعايز اعيش. وهي دي عيشه اللي احنا عايشينها؟ انت راجل على باب الله ومش لاقي تاكل، وانا بيتقطع نفسي طول الشهر عشان اخد في الاخر 170 جنيه، ولا لاقيين حتى حته اوضه وصاله يلمونا ونعيش فيهم، بالذمه دي حياه؟ وبعدين انا عايز افهم، مش السبب في كل ده مش الحكومه؟ اسكتي بقى انت ايه؟ لا بقى، ما هو الرئيس لازم يعرف الناس عايشه ازاي. اسمعي يا انشراح، انا هنا راجل البيت وكلمتي لا ترد. يا انا يا حزب المعارضه في البيت ده. دي معارضة ولا بلاش؟ عصاية شمسية رايحة البحر. خف شوية يا جبار. تعالى متولي، ايه رأيك في المظاهرات اللي حصلت في البلد؟ دول ناس عايزين قطم رقبتهم، بيعطلوا المراكب السايرة يا باشا. انشراح مراتك اخبارها ايه؟ اتطلقت يا باشا. كل واحد انه يتظاهر او يختلف مع النظام، انما بدون تخريب. احنا احتوينا الموقف يا فندم. لازم اشوف الولاد دول واسمعهم بنفسي. انا هروح لهم النقابه واتكلم معاهم. ده قرار سليم يا فندم، هيتبسطوا قوي بالزياره دي. الموضوع خلص خلاص يا فندم، وبعدين انا شايف ان سعادتك تاجل الزياره دي شويه. اجلها ليه يا حازم؟ دواعي امنيه يا فندم، محدش ضامن، مش جايز حد يكون مدسوس وسطهم. مالك يا متولي؟ شكلك مش مبسوط. شوية مشاكل في البيت يا ريس. رد يا متولي. ألو؟ أيوة انشراح، إيه اللي حصل؟ اسم إيه؟ مصر القديمة؟ طيب ماشي ماشي. خير، مراتك مالها؟ المدام اتقبض عليها يا ريس، كانت ماشية في المظاهرة، بس الحمد لله خدت جزاءها. مالك ومال المظاهرات يا انشراح؟ لعلمك لا يمكن هسكت ولا هرجع عن موقفي، وبعدين ازاي طلعوني وسابوا بقية الزملاء كلهم جوه؟ انت طلعتني ازاي يا متولي؟ تعرف مين؟ وكنت فين ساعة لما كلمتك بالتليفون؟ انت طالعة من الاسم اتحققي معايا انا. هو اول الجواز كده يا ابني، لازم شوية خلافات ومشاكل لحد ما تطبقوا على بعض.
وبالصبر كل حاجة بتعدي. ربنا يخليك لينا يا ريس. هتوكلني ايه النهارده؟ نفسي سعادتك. ايه مالك؟ انت واقف قدام رئيس الجمهورية، قول كل اللي في نفسك، ما تخافش من أي حد. نفسي أوكل سعادتك على مزاجي. وأنا موافق، بس الموضوع ده يفضل سر بينا عشان ما تأذيش. هتأكلني إيه؟ طبق كشري بالدقة والتهلية يستاهل بق سعادتك. والله أنا نفسي رايحاله، بس شوية صغيرين عشان القولون. حمامة. واحد كمال يا متولي. بالهنا والشفا يا ريس. يا سلام، احلى اكل في الدنيا اكل الشعب المصري. ميزه شعبنا انه بيقدر يعمل من الحاجات البسيطه دي اشياء رائعه. قول لي يا متولي، طبق الكشري بكام النهارده؟ لسعادتك ولا لاي حد؟ لسعادتي ازاي يعني؟ ثمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس، بس لو سيادتك حبيت تحط شويه دقه زياده، شويه تقليه، شويه حمص، يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك، بس مش انا اللي مسعره، عهد الله. يعني اسره بسيطه مكونه من 5 اشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه ايه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان، الحاجة ولعت. اتفضل انت. كريم بيه، يا اهلا وسهلا. أأمرني يا فندم؟ سيادة الرئيس عايزني حالا. حالا يا فندم، حالا. كريم بيه، ما تعرفش سيادة الرئيس عايزني ليه؟ ما تعرفش، انا جاي حالا. صباح الخير يا ريس. صباح الخير. تعال. كبشة مكرونة قد كده، معاهم شوية رز ومعلقتين عدسة جبة، عليهم شوية تقلية، دول يعملوا كام؟ يا ريس أنا مش فاهم سعادتك تقصد إيه بالظبط. طبق الكشري بكام يا معالي الوزير؟ بنص جنيه يا ريس. أنت بالك قد إيه ما أكلتش كشري؟ ولا انت غرقان في السمو في مي والجمبري؟ يا ريس دي اشاعات مغرضه، الهدف منها تشويه صوره الوزاره قدام سعادتك. طبق كشري مسعر في كل المحلات بنص جنيه، احنا مراقبين الاسعار كويس قوي. انا عن نفسي لسه اول امبارح واكل عند ابو طارق، الطبق بنص جنيه. عند ابو طارق زي ما بقول لسعادتك يا ريس. ادينا ابو طارق. ابو طارق بتاع كشري يا ابني، مش ابو مازن. لا يا كريم بيه، الخبر ده المقصود منه البلبله واثاره الراي العام، لازم نعرف مصدر المعلومه مين. يا حازم بيه، مش مهم مصدر المعلومه، المهم هي صح ولا لا. والرئيس اتغدى ايه امبارح؟ كشري يا فندم. انت قلت لسعادة الرئيس ان طبق كشري بخمسة جنيه؟ سألني يا حازم بيه وكان لازم ارد على سعادته. وانت تقول له بصفتك ايه؟ عملت لنا ازمه في البلد يا فندم، الناس كلها عارفه. اخر انذار ليك يا متولي، بعد كده حسابك معايا هيكون عسير. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه سعادتك. العيش ده خبزينه هنا؟ او النعمة الشريفة يا ريس، دي نمرة واحد، قمح امريكاني، خميرة طلياني. انا عايز اكل عيش من اللي كل الناس بتاكله. بعد الشر عليك يا ريس. بكرة جيب لي عيش من فرن بلدي، عيش من المدعم.
ده عيش يا باشا، عيش. وده بعيش معاك ليه؟ اصل انا ما باجي مروح بالليل يا باشا بلاقي الفرن قافل، فقلت اجيب كام رغيف عشان انا والمدام يعني. طيب اتفضل. مساء الخير يا متولي. مساء الخير يا ريس. جبت العيش؟ ايوه يا فندم، بس انا اسف الدنيا كانت زحمه وكوبري كان واقف وقفه غريبه. ما انا جاي من مجلس الصبح، كوبري كان فاضي. ما سعادتك احنا اللي كنا واقفين تحت الكوبري. هنعمل ايه بس يا متولي؟ كباري وطرق وانفاق وعملنا، بنحاول نحل المشاكل بكل وسيله. ايه ده؟ زلط. زلط صغير يا فندم، ما يعملش اي حاجه، وبعدين انا سمعت انه بيساعد في عمليه الهضم. معقول ده يا ابني؟ بس الامانه يا فندم، الرغيف بشلن وفي متناول المواطن العادي. هي عزومه مفاجاه والله. بس غريب ليه؟ اتفضل. في الحقيقه انا حبيت نتغدى مع بعض النهارده، ويكون لقائي معاك ولقاء ودي بدون اي رسميات عشان يبقى عيش وملح برضه. دايما عامر يا ريس.